خير يا مساء الطاقة والشباب على كل شبابنا اللي بيشوفونا النهارده وحلقة جديدة في برنامجكم شباب حكاية يمكن طلابنا كده بيمشوا مشوار مذاكرة وسهر ودروس ومراجعات وحاجات كتير ثانوية عامة ودايما بنحط في بالنا ان اللي ما بيخصش كليات القمه الكبيره اللي احنا عارفينها ده اكنه ما دخلش حاجه يعني اللي هو هي ايه قدامنا يا ايه هندسه يا ايه طب يا ايه الحاجات اللي هي زي دي اه بالنسبه لثقافتنا يبقى هو كده خلاص يعني ملوش مستقبل بالعكس يمكن المستقبل كله في الحاجات التكنولوجية، الحاجات الرقمية ويمكن دلوقتي إحنا عصرنا بعصر رقمي. اه التحول الرقمي عمل طفرة كبيرة جداً، يعني لازم تفكيرنا كمان يتغير. اللي ما دخلش كليات طب وهندسة، لا هو لازم تخص الكليات الرقمية، الكليات التكنولوجية، الحاجات اللي زي دي. ليها مستقبل يمكن مش ثقافتنا يعني خلينا نبقى صراحه ان يعني دي مش ثقافتنا احنا كاب وكام تعبوا مع اولادهم لا انا عايز كليه الناس تتكلم عنها لكن ايه تخش لي ايه معهد تكنولوجي مثلا ولا كليه تكنولوجيه ايه مستقبلها؟ ايه يعني هتتخرج وتبقى ايه؟ دايما ده فكرنا بس هل ده صح؟ يعني المعاهد بقى والكليات التكنولوجيه دي دي تقفل ولا دي مصيرها ايه؟ دي ممكن تطلع شاب يشتغل ايه؟ ده اللي احنا هنعرفه النهارده في حلقتنا هنعرف ايه الدراسات اللي ممكن تدرسها ايه التخصصات اللي ممكن تاخدها ايه الكليات كمان اللي ممكن تلتحق بيها مش شرط طموحك ومش شرط مجموعك انا عايز ابقى دكتور انا عايز ابقى مهندس لا خالص احنا مفروض ان احنا يعني نظرتنا تختلف تماما عن ال ال الكلام ده عشان كده احنا هنتكلم النهارده عن المعاهد والكليات التكنولوجيه ونشوف ممكن نشتغل ايه نشوف مجالهم ايه يمكن دلوقتي مجالهم اكيد احسن من ناس كتير أو خرج من من طب ومن هندسه ومن صيدله والحاجات دي كلها هنعرف اكتر من ضيفنا اللي مشرفنا النهارده دكتور طارق عبد الملك رئيس جامعه القاهره الجديده التكنولوجيه بالتجمع الخامس اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك, بحضرتك كل سنه وأنتم طيبين اهلا بحضرتك يمكن زي ما قلنا المذاكره الثانويه العامه انا حاطط عيني على الطب الهندسه ويمكن مش عيني انا كمان كطالب لا ده ماما عايزه ده بابا عايز احنا بنستبعد تماما المعاهد والكليات التكنولوجيه انا عايز اعرف اهميتهم بس ايه؟ هو الحقيقه الموضوع ده في غايه الاهميه لان ده تغيير ثقافه وتغيير الثقافه الحقيقه في الدول الصناعيه الكبيره خدت فيه سنين صحيح يعني كل واحد دلوقتي عاوز ابنه يخش كليات القمه بس غير هيبقى طالب فاشل بالعكس صحيح. الدول الصناعيه الكبيره زي المانيا واليابان والصين وامريكا كل الدول دي اتجهت للتعليم التكنولوجي من 40 او 50 سنه م. وبقى الراجل ده بقى مرتبه اعلى من الراجل اللي في كليات القمه وهو ده اللي بيشجع الناس انها تدخل مثل هذا النوع من التعليم التكنولوجي م. فالدوله بدات الكلام ده بانشاء الجامعات التكنولوجيه سنه 2019 بقانون خاص بإنشاء هذه الجامعات، جامعات حكومية الدولة بتتبناها وواخدة كل الرعاية والسبورت والدعم مم. من القيادة السياسية. مم. إحنا بدأنا بثلاث جامعات تكنولوجية في القاهرة الجديدة والدلتا، الدلتا دي في أويسنا وجامعة بن ويف التكنولوجيا سنة 2019. السنة اللي قبل اللي فاتت زادوا لسبع جامعات تكنولوجية. من برج العرب لبورسعيد للاقصر لاسيوط لانحاء الجمهوريه كلها. معنى كده ان هو بقى ليها اقبال يعني بقليها. من ثلاثه لسبعه يبقى ولسة. اه يعني يعني فخامه الرئيس كمان من حوالي ثلاث شهور في مؤتمر في الاسماعيليه يعني وجه بانشاء 17 جامعه تكنولوجية ثاني حكوميه. م. يعني معنى كده ان هيبقى في كل محافظه على الاقل جامعه 27 جامعه منتشرين في انحاء القطر المصري ده معناه ان الدوله بتحط عينها كويس قوي ان احنا يا جماعه الكليات القمه تشبعت بالخريجين يعني انا صحيح. عندي كم مثلا كم الف مهندس بيتخرج حوالي يمكن 70 80 الف مهندس بيتخرج كم واحد منهم بيشتغل في تخصصه 5% 6% 10% بالكتير صحيح. والسوق تشبع يعني في منهم انا خريج هندسه او اشتغلت في هندسه لكن اتجهت في اتجاه السنوات الاخيره للتعليم التكنولوجي لان هو ده وظائف المستقبل صحيح وحط كلمة تحت كلمه وظائف المستقبل ده 20 خط لان هي دي اللي بتفتح كل الوظائف المستقبليه لأن كل الوظائف القديمه التقليديه تشبهت بالخريجين وبقى الخريج يطلع ما ليش شغل بعد 18 سنه تعليم. صحيح. يعني هو بيشتغل الدوله بتدعمه 18 سنه وبتعلم وياخد بكالوريوس وفي الاخر م. يطلع مش لاقي شغل فبيضطر يشتغل اي شغله صحيح. وده اللي بيحصل في 90% من الخريجين فالبلاد الكبيره لا. انا عايز سوق العمل معايير سوق العمل الجديدة عايز ايه وهعمل لها التخصص في الكليات التكنولوجية مم. يعني انا بفصل التخصص في الكليات التكنولوجية على اساس ان سوق العمل ده محتاجه علشان الراجل الخريج ده يطلع يشتغل على طول مجهز لسوق العمل مم. فده تحدي كبير والحقيقة الدولة يعني اخدت التحدي ده من 2019 والحمد لله احنا دلوقتي عشر جامعات والسنه الجايه هيبقوا 12 مم. وكل سنه بنزيد بنزيد, بنزيد برقم كبير يعني الطلبه آه. بيزيد جدا عندنا احنا السنه اللي فاتت مثلا جالنا 2000 خدنا بس 850 مم. في القايره الجديده ففي اقبال كبير جدا آه اضف الى ذلك حضرتك الدوله تبنت آه مشروع انشاء نقابه التكنولوجيين عشان الناس دي لما تتخرج يبقى, نقابة. يبقى لهم نقابه لانهم آه احنا بندرس كل التخصصات، كل التخصصات سياحة وفنادق، تجارة، أطراف صناعية، ده تخصص طبي، تمريض، ميكاترونكس، أوتوترونكس اللي هي السيارات الكهربية، تكنولوجيا البترول، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الطاقة الجوية المتجددة ده بس في جامعتنا الجامعات التانية فيها تخصصات كتيرة جدا بتخدم سوق العمل <applause> فتخيل حضرتك ان ان عدد الخريجين يعني بعد كام سنه هيبقى كام فمحتاج سوق العمل محتاج الناس تعرف الاول لان مع الاسف الشديد لسه سوق العمل مش عارف يعني ايه جامعات تكنولوجيا لغايه <applause> دلوقتي فده دور الاعلام الحقيقه انا شايف ان دور الاعلام في حلقه زي كده لما تتنشر بين الناس لا الناس تفهم ان كليات القمه مش هي كل حاجه دلوقتي بالعكس الدوله بتشجع جدا جدا هذا النوع من التعليم وواخد يعني اهتمام غير عادي من القياده السياسيه يمكن اكيد يمكن شبابنا بيشوفنا دلوقتي يقول لك طيب انا هدخل ايه اطلع ايه اشتغل ايه يعني هي محتاجين اي وانا حضرتك المدخلات بتاعه الجامعات التكنولوجيه اما ثانويه عامه او دبلوم الاثنين يعني احنا بناخد التو يعني اللي متخرج من ثانويه عامه او مدارس تخرج بالدبلوم بس يكون جايب مجموع كويس مدارس يعني صناعيه يعني دبلوم صناعه او أوه. طبعا طبعا أوه. لان ده احنا بنفتح لهم الباب عشان يكمل لان ده 2 مليون طالب خدي بالك يعني يعني طلبه كتير جدا لازم يكملوا تعليمهم وسوق العمل محتاجه صحيح فاحنا بناخد من الثانويه العامه والدبلوم بكل انواعه طبعا من خلال مكتب التنسيق احنا مش بناخد كده بمجموع معين طبعاً برضو يعني اه امتحان قدرات وغيره لكن مكتب التنسيق هو اللي بينسق كل الكلام ده طبقا للاعداد اللي محتاجها كل جامعه فده هو جاي من ثانويه عامه ودبلوم السؤال المهم اللي حضرتك سالتيه آه. هو هيطلع يشتغل ايه؟ أيوة. المسمى الوظيفي بتاعه ايه؟ بالظبط كده المسمى الوظيفي بتاعه احنا مش عايزين مهندسين كفايه كفايه السوق تشبه مهندسين آه. فالمسمى الوظيفي اللي احنا شغالين عليه دلوقتي اللي هو اسم تكنولوجي آه. او تقني باللغه العربيه يعني آه. فالتقني ده هو حلقه الوصل بين الفني وبين المهندس هو اللي بيسد الفجوة بين اللي عنده اللي زي ما تقول بالظبط ترجمة بسيطة جدا هو عقل المهندس وإيد الفني في نفس الوقت هو عنده المعرفة وعنده المهارة إنه يشتغل شغل قريبة من المهندس وشغل قريبة من الفني علشان الثلاثة كاتيجوري دول أو الثلاث وظائف دول مهندس وتكنولوجي وفني بيشتغلوا مع بعض في نفس المصنع مثلا في نفس المؤسسه فالمهندس عنده كتير جدا من المعرفة بس ما عندوش مهارة الفني العكس عنده مهارة بس ما عندوش معرفة كفاية فالاتنين ما ينفعش يعني يتعاملوا مع بعض إن فيه فجوة بينهم اللي بيسد الفجوة ده هو خريج الجامعات التكنولوجية لأنه عنده, لأنه عنده كمية من المعرفة وكمية, من المهارة في نفس الوقت هو اللي بيلينك أو بيمرج الثلاثة دول مع بعض عشان كده المؤسسات الناجحه في الدول العالم فيها الثلاث وظائف دول م. احنا مش اختراع عندنا خد بالك يعني كل الدول الصناعيه الكبيره فيها الثلاث ثلاثه كاتيجوريز دول ده. يعني ف... ف يعني ان شاء الله يعني خطه الدوله بتتوسع سنه عن سنه لهذا النوع من التعليم لان التعليم الاكاديمي خد عدد كبير جدا جدا, جداً والناس بتطلع يعني مش عايز اقول لحضرتك في بكالوريوسات بيسوقوا توك توك عشان مش لاقي شغل اه احنا هنقف عند النقطه دي يعني السوق الوظيفي ان انا انزل سوق العمل بقى وان انا الاقي وظيفه م. ده هيبقى متاح اكتر يعني هيبقى قدامه فرايتس كتير تنوع بالضبط. كتير جدا لخريج المعاهد والكليات التكنولوجية التكنولوجي. هو احنا مش معاهد هي كليات تكنولوجية كليات اه تمام فهو حضرتك احنا عشان نفتح برنامج برضو لازم يكون معانا شريك صناعي ده غير التعليم أوه. الاكاديمي خالص الشريك الصناعي ده بيبقى جزء من المنظومه يعني الدول الكبيره اللي زي كوريا الجنوبيه نجحت في هذا النوع من التعليم جدا علشان عندها شريك صناعي بيبقى الطالب بيروح يتدرب عنده اثناء الدراسه أوه. واثناء الاجازه نقطه حلوه جدا دي يعني هل بيبقى فيه تمرين للطلبه؟ اه فيه. فيه طبعا واثناء, طبعًا. الدراسة, وبعد وأثناء الدراسة, الدراسه وبعد الدراسه اثناء الدراسه وبعد الدراسه على قدر الامكان بنحاول نشوف المصانع والمؤسسات اللي قريبه من التخصص، يعني في الاطراف الصناعيه احنا عاملين بروتوكولات والطلبه بتروح تدور في المستشفيات وفي المعاهد اللي هي خاصه بالاطراف الصناعيه في مصر أوه. وفي الشركات الخاصه اللي خاصه بالأودة تخصص نادر جدا جدا في مصر والشرق الاوسط كله مش موجود، أوه. احنا يمكن اول جامعه أوه. مع جامعه الجلاله تنشئ هذا التخصص برضو بتوجيه من القياده السياسيه أوه. لان احنا ما عندنا كام واحد هانديكاب يعني كام واحد معاق اه طبعا بتر او بنسبة غير او غير بالنسبه مين مين ال كام واحد محتاج كرسي متحرك مثلا كتير فلازم الناس دي تلاقي الرعايه المظبوطة على أساس علمي مظبوط مش, مش هجيب واحد كده بالممارسة أقول له روح أنت اشتغل الشغلانة دي لا ده هو دارس وفاهم ومتدرب كمان يعني وده, وده بلاد سبقتنا فيه فإحنا باتجاه الدولة دلوقتي إحنا شغالين بكونسيبت كويس جدا جدا ان شاء الله السنه الجايه تشهد طفره كبيره وده طبعا تحت رعايه يعني وزاره التعليم العالي والبحث العلمي يعني. <applause> طيب خلينا يبقى في مفهوم كده عند الناس اللي بتشوفنا طب ما يمكن الجامعات دي غاليه او لناس معينه او لفئه معينه احنا مش من الفئه دي. لا هو سؤال مهم الحقيقه هو هو جامعات حكوميه. بس جامعات حكوميه انها بتعتمد على موازنه الدوله. موازنه الدوله مش هتقدر تدعم كل اللي انا بقول لحضرتك عليه لان أكيد طبعا المعامل المعامل غاليه واعضاء التدريس بيشتغلوا اكتر من التعليم الاكاديمي فكان لازم تضيف جزء بسيط في الـ في الـ في المصاريف هي مش كتير هي اول سنتين ألف كانوا 10000 من اربع سنين دلوقتي بقى 15000 جنيه اول سنتين في السنه الواحده ألف ده مقارنه مقارنه بالجامعات الخاصه آه. والاهليه وغيره لا ده رخيصة جدا مم. تمام وبعدين دي مدعمة في الناس بتجري ورا الجامعات الخاصة يا دكتور يعني, يعني انا ما لحقتش الجامعات القمة لا انا هدخلها بفلوسي كمان او ادخل الكلية اللي انا عايزاها قبل ما مكتب التنسيق يبدا أوه. وبعد يمكن قبل ما نتيجته تظهر صحيح خلاص بقى ما انا عارف هي ايه بقى <applause> فبيروح صحية. يقدم ويدفع مم. ومش عارف هو يطلع ايه هو عايز ياخد بكالوريوس زي زميله وخلاص صحيح. عشان آه. الاتنين يطلعوا يقعدوا يطلع ويلاقوا يلاقوش شغل. آه. لا الكونسيبت مش كده خالص. الدولة فعلا بتعمل تخصصات دلوقتي وجامعات محتاجها سوق العمل وده تحدي كبير جدا لانه العمليه مش زي ما انا بتكلم بمنتهى السهوله كده. لا ده تحدي كبير والدول الصناعية قعدت فيه سنين طويل احنا بداناها لسه من 2019 اه يعني, يعني دي خامس سنه لينا بس بس خامس سنه مع الارقام اللي حضرتك بتقول عليها ان في كل سنه يعني زياده على الاقل ثلاث اربع جامعات يعني الموضوع طبعًا فعلا ده بينتشر ده انجاز انجاز أوه. طبعا من الدوله ومن وزاره التعليم العالي لان هو ده اللي فعلا يعني وكمان مش بس كده الجامعات الخاصه بدات تقلد الجامعات الحكوميه أوه. وتفتح آه آه تخصصات للطلاب <applause> عندها للتعليم التكنولوجي ده وطبعا بفلوس اغلب مراحل مع وعد منهم انهم هيوظفوهم وغيرهم فبدأ في جامعتين على الاقل دلوقتي جامعات خاصه تكنولوجيه تشتغل بنفس الكونسيبت ده <applause> طيب الالتحاق بالجامعات التكنولوجيه ده بيبقى عن طريق ايه بقى عادي مكتب التنسيق مكتب, وال... التنسيق مكتب التنسيق لما بينزل اول ما النتيجه بتطلع الطلبه بتبقى عارفه تنسيق دوت كوم والعنوان على الويب سايت وبتدار اساتذة فيه يعني يختاروا الجامعات التكنولوجيه بتبقى نازله في مكتب التنسيق <applause> اه احنا بيبقى لنا نسبه من مدارس التكنولوجيا التطبيقيه لان هي فيها الحقيقه تعليم متميز شويه فبناخدهم خارج مكتب التنسيق بس بنسبه صغيره يعني لا يعني ايه دكتور الحته دي يعني يعني, أو يعني مثلا اه وزاره التربيه والتعليم تبنت أو. مدارس اسمها مدارس التكنولوجيا التطبيقيه آه. دي بيبقى معاها شريك صناعي وبيشتغلوا بالنظام قريب من اللي احنا بنشتغل فيه اسمه نظام الجدارات المهنيه احنا مش مش بنشتغل بتعليم اكاديمي آه. فبيبقوا طالعين الحياه مؤهلين هم و... يعني وعندهم خب... فيهم. خبره وعندهم أوه. اكثر فهما من... ممكن ما, ما يجيبوش مجموع عالي زي زمايلهم اللي في المدارس الثانيه بس, بس... بس عندهم مين. عندهم مقدره مم. انهم يقدروا يمارسوا او وظيفه معينه او مهنه معينه, معينة بالتحكم بعد التحكم بالجامعة التقنيه فدول بناخدهم خارج مكتب التنسيق وفي كوتا معينه كده اتفقنا فيها مع وزاره التربيه والتعليم ناخد في حدود من 5% ل 10% حسب احتياج الجامعات التكنولوجيه تمام فده اتجاه من الدوله برضو بحيث ان الطلبه دي لا ده هي عايزه تكمل وتاخد بكالوريوس والبكالوريوس ده حتى فتحنا دراسات عليا كمان في التعليم التكنولوجي اللي عايز ياخد ماجستير في التعليم التكنولوجي وبك... ودكتوراه في التعليم التكنولوجي بعد كده ومده الدراسه زيها زي الجامعات مده أربع سنين أوه. الأربع سنين دي عبارة عن سنتين ياخد شهادة وسنتين تاني ياخد شهادة تانية اسمها البكالوريوس يعني, يعني ممكن <تصفيق> أيوة <تصفيق> الناس ما تتلخبط يعني ممكن بعد سنتين ياخد شهادة اسمها الدبلوم فوق المتوسط المهن تمام أوه. خد بالك كلمة مهنة هنا مش كلمة المهنة بتاعت الـ العقيده بتاعتنا بتاعت زمان بيقول لك يا عم ده مهنه لا مهنه هنا معناها فوكيشنال آه. معناها أن سوق العمل محتاجه طلبه. طلبه جدا 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 عشان كده احنا حطينا اتحطت في قانون انشاء الجامعات التكنولوجيه عمدا علشان تغير مفهوم الناس واخد بال حضرتك. فبعد سنتين ممكن ياخد شهاده اسمها فوق الدبلوم فور متوسط ماني. ممكن يطلع يشتغل بيها سنه او اتنين او ثلاثه ولو حب يكمل يرجع تاني ياخد بكالوريوس يقدر يكمل ياخد بكالوريوس آه. تاني دي نقطه مهمه يعني هو ممكن م. يوقف بعد اول سنتين من الجامعه اه ويطلع يشتغل ويطلع يشتغل ولو حب يكمل بقى ياخد بكالوريوس يرجع يكمل يرجع. تاني مش شرط آه. ياخد الاربع سنين لا وده اوبشن حاجه دي حاجه حلوه جدا ده ده موديل اسمه 2 بلس 2 او 2 زائد 2 وده موجود في العالم كله خد أو. بالك واحنا بدانا سنه 2019 ده مريح عن الكليات بقى اللي انا قلت لك وبعدين أربع. ما فيش حاجه عندنا ما فيش كتب أو. ما فيش دروس خصوصيه ما فيش الـ 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 ان احنا نقعد نبيع ونشتري في الطالب احنا جهه حكوميه جدا م. والطالب بياخد حقه جدا جدا يعني مم. حلو جدا وبعد سوق العمل الاحلى ليه ان هو يكمل اربع سنين ولا مش تبقى فارق هو معاه شهاده سنتين هي على حسب حسب ميوله وحسب ظروفه أوه احنا مش بنحرمه بس احنا بدانا نحط قيود اللي جاب مجموعة عالية يا جماعه شويه مش عالي قوي يعني مثلا 70% يقدر يكمل على طول اللي جاب اقل من كده ممكن يطلع يشتغل سنه او اتنين او ثلاثة ويرجع يكمل تاني اه مع احتفاظه باوراقه في الجامعه عشان موضوع الجيش يعني يكمل آه. يكمل الدراسه بتاعته اثناء يعني فتره تواجده معنا في الجامعه عشان ما ياخدوش في الجيش يعني, يعني ممكن يدخل الجيش بعد ما ياخد البكالوريوس على طول اكيد يعني. طيب اثناء الجامعه الجامعه بترشحه لاماكن معينه ينزل يتدرب التدريب. فيها؟ احنا و... عندنا قسم تدريب محترم جدا أه، ماسكه ناس افاضل وبنعمل بروتوكولات كتيرة قوي مع الجهات الصناعيه طبعا انا انا لازم اشير هنا ان البلاد الصناعيه الكبيره عملت قوانين وتشريعات تخص هذه النقطة بالتحديد يعني كوريا عندها أكتر من 15 قانون وتشريع علشان تربط سوق العمل بمثل هذه الجامعات عشان يبقى ده كسبان وده كسبان احنا طبعا لسه المفهوم عندنا جداد في الموضوع فاحنا لسه بنصيغ هذا الكلام علشان ما أجيش أقول له خد فلان دربه يقول لك هو أنا كسبان ايه؟ واخد حضرتك؟ صحيح. لا أنت هتكسب هتكسب واحد مؤهل هتكسب واحد هيبقى هت... عندك عشرة تختار منهم اتنين كويسين <applause> جدا الاتنين الكويسين جدا دول تقدر تكبر بهم شركتك او غيره يعني. حضرتك شايف ان السنين اللي جايه ممكن يكون فعلا كليات التكنولوجيا دي تبقى هي المطلوبه؟ يعني تحل محل الكليات الاكاديميه بنسبه كبيره جدا. يعني ممكن كام دلوقتي تقول اه لا إن ندخل الكليات دي فعلاً ولا انا كنت عايز اقول لحضرتك يعني كان في اولياء امور بيجوا يقولوا لنا ارحمونا من الثانويه العامه لان كان في نماذج قبل كده اتعملت تبع مجلس الوزراء كان 3 زائد 2 زائد 2 في مجمعات الأمريكية ومجلس الوزراء تبناها كانت الثلاث سنين الاولانيين بدل مرحله الدبلوم والثانويه العامه. <applause> منها يكمل سنتين كلية وسنتين كمان كلية فبقى كلها سبع سنين يطلع ببكالوريوس على طول بعد الإعدادية مم. فكانوا يجوا يقولوا لنا ده أنا مش عايز أدخل أدخل ابني ثانوية عامة لأن لو دخلت الثانوية العامة الدروس ومشاكل الثانوية العامة والواد هيتعقد لو ما جابش مجموع فكانوا يجوا يتحايلوا علينا علشان الطلبة يدخلوا مثل هذه النماذج علشان مباشرة يدخلوا الجامعات التكنولوجية دي بدون دروس وبدون بيع في الكتب وبدون كذا وبدون ارهاق لاولياء الامور صحيح. لان الحقيقه اللي بيحصل في في في, في العامه ده اوفر زياده عن اللزوم وانا شخصيا بعاني منه يعني انا برضه اولياء عمر فبالتالي في اتجاه الدوله للتعليم التكنولوجي ان شاء الله يحل مشاكل كتير جدا جدا في وظائف المستقبل بالذات هل ممكن طالب الثانويه العامه العادي يلتحق بكليات طبعاً. دي وطالب الثانويه الثانوي الصناعي والحاجات اللي زي دي اه طبعا ممكن يلتحق بيبقى لهم نسبه ده احنا بالعكس احنا بناخد نسبه اكبر من الدبلوم كمان من الثانويه العامه طبعا اللي جايبين مجاميع يعني خدنا 90% 89% السنه اللي فاتت للدبلومات ف... فمحتاج انه يجيب مجموعه يجتهد يقدر يكمل عندنا في الجامعه على طول ايه الحاجات الكتير اللي ممكن يدرسها وممكن يتخصص فيها ف... و... احنا بقول لحضرتك فيها. عندنا هنا آه. عندها تخصص زي البترول مثلا تكنولوجيا البترول ده وكانت اول جامعه تنشئ تكنولوجيا البترول وليس هندسه البترول في فرق كبير آه. دول بينزلوا الحقول ويتدربوا في ال... في الصيف وبيروحوا ياخدوا ممارسه عمليه ل... للمواد اللي درسوها في حقول عاملين بروتوكول مع الهيئه المصريه العامه للبترول ودي بيتبعها كل شركات انتاج البترول مم. دي حاجه كويسه جدا بس احنا ما بنقدرش ناخد اعداد كبيره طبعا لان تعليم جيد معناه اعداد قليله والعكس صحيح صحية. لو انت عايز تزود الاعداد قوي قوي مش هتقدر تاخد جوده التعليم المطلوب مم. ده بالنسبه لقسم الاطراف قسم الاطراف الصناعيه ده مهم جدا جدا لان احنا ما عندناش لغايه دلوقتي كليه واحده بتهتم بذوي الاعاقات وذوي الهمم نهائي والدوله دلوقتي بتوجيه من فخامه الرئيس بتعمل مصنع كبير جدا دلوقتي للاطراف الصناعيه وفي لجنه كبيره جدا مشكله لمثل هذه لمثل هذا التخصص فبالتالي احنا عملنا المصنع مش محتاجين له ناس تشتغل فيه متعلمه صح فبالتالي احنا شغالين كده كويس جدا دلوقتي مع جهات دوليه كمان المفروض ان احنا اخترنا جهات دوليه لان احنا ما عندناش خبره كفايه في الموضوع ده زائد موضوع الطاقه الجديده والمتجدده هنسمع كلنا عن الخلايا الشمسيه وكل حاجه دلوقتي بقت بالطاقه وطاقه الرياح والطاقه الهيدروجينيه والهيدروجين الاخضر كل الكلام ده وظائف المستقبل ومحتاجه سوق العمل وبعدين ده ف... مش موجود في كليات القمه يعني موجود. التخصصات دي هايله ف... جدا ايوه يعني ايوه فاحنا بناخد التخصص اللي فعلا محتاجه سوق العمل كليات القمه بدات بتخصصات تقليديه وما زال معظمها التخصصات التقليديه دي بيطلع الطالب ممكن ما شغل يعني بعد 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 الثانويه العامه والدروس وكذا و... وممكن يدخلها جامعات خاصه في القمه وفي الاخر طب فين؟ وفي الشغل. فبالتالي اتجاه الدورة دلوقتي اتجاه الحياة راقي جدا مم. في التعامل مع مثل هذه الجماعات يعني او مثل هذا النوع من التعليم ففي سبورت غير عادي من الخيار السياسيه ان احنا لا احنا لازم نغير الكونسيبت بتاع الناس. دي بقى الفكره يا دكتور هي مش فكره ان الدوله بصراحه بتسعى لده ده. والسياسات والقيادات فعلا بيسعوا لده بس هي الفكره في فينا احنا تغير فينا تغير احنا ان انا اغير ثقافات معينه أيوة وان انا اغير مفاهيم ان انا طول عمري انا عارفه انا كام عايزه ابني يا دكتور يا مهندس انا كاب دافع كتير في الثانويه العامه أيوة أيوة ما تجيش في الاخر تقول دخلوا كلية <تكولوجيزي> ده بيسموه في يمكن في البلاد الثانيه البارادايم شيفت بارادايم شيفت يعني التغيير التفكير نمط التفكير وده بياخد سنين يعني انا مش, سنة… مش انا فتحت كلية السنه دي مش متخيل بعد سنتين الناس كلها هتغير فكره لا لا طبعا بس ده دور الاعلام بقول لحضرتك انتوا حاطين سنين كتير على ما الناس تتفهم, تتفهم. يعني انجلترا نفسها قعدت 20 30 سنه المانيا نفس الكلام لكن ده كتير يا دكتور إحنا <applause> المفروض ان احنا في عصر الانترنت دلوقتي <applause> والاقمار الصناعيه تتغير المفروض تتغير بسرعه فده دور الاعلام الحقيقه مهم جدا ان يغير الصوره الذهنيه يا جماعه ابنك ما تقعدش لما جابش مجموعة في الثانويه العامه ما تقعدش طول عمرك حزين، بالعكس لا احنا <applause> احنا كلنا بنقابل هذه الانماط من التفكير ده ده يقعد اعصابه طول السنه الولد مش عارف يذاكر من اعصاب طول السنه حرق اعصاب مش, مش الولد بس الولد واولياء الامور البيت كله البيت كله بيبقى في حاله تأنب فالحاله دي مهمه جدا على فكره حضرتك عشان نمط التفكير يتغير عند الناس لان ده إحنا إحنا دلوقتي العبرة باللي يطلع ويشتغل ويبقى مرتبه كويس والدولة تهتم بيه، يعني في إيه لو خدت بكالوريوس هندسة وفي الآخر أنا مش لاقي آه باخد لقب باخد لقب وفي الآخر نحن لقب, ان لقب ان الأول ان في ان الأول إحنا عندنا عددنا 70 80 ألف متخرج كل سنة وكم في المية بيشتغل؟ فده فده لازم الناس تفهم إن في تخصصات جديدة اشتغلت والدولة نفسها يعني يعني مش هقول لحضرتك كان ممكن الكلام ده ميبقاش صح لو لو جماعه خاصه او قله قليله بدات الاتجاه ده لكن ده الدوله بكل مواردها وكل جهودها بدات تحط عينها على الموضوع ده كويس جدا وفي محافظات مصر كلها مش في القاهره بس حاجه حكوميه وحاجه بتاعه الدوله لا وحاجه لا الدوله موفرها لك ومجدا ده, ده اوبشن يعني الواحد مش موجود حلو يعني جدا يعني اه يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ثمن الجامعات الخاصه التكنولوجيه في مصر كم؟ مش عايز اقول لحضرتك اكتر من سبعة تمن اضعاف ف ف ف فلا يعني احنا نبص شويه يا جماعه الجامعات التكنولوجيه دي في تحديات طبعا عشان ما اكونش يعني مبالغ في تحديات بس الدوله كلها بتشتغل مع الوزارات كلها علشان يعني تعالج هذه التحديات مم. ازاي نوعي شبابنا بقى يعني احنا نمسكها كده شباب يعني هم دول اللي هو احنا نبدا الشباب <applause> الشباب عنده قدره مم. هائله على الفهم دلوقتي انت عارفة حضرتك عايز اقول لحضرتك مواليد 94 فيما فوق دول بيسموهم الديجيتال نيتف يعني الناس الناس اللي هي اتولدت في عصر التكنولوجيا خد بالك دول لهم فكر مختلف عن احنا احنا مواليد 94 في اقل فبيسموها ديجيتال اميجرانت يعني الناس مهاجرين اتولدوا في هجره عصر التكنولوجيا او مهاجرين ما كانش فيه التكنولوجيا فالفكر الفكر مختلف ف المشكله ان ده بيدرس لده فبالتالي لازم اي 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 احنا عندنا كلنا اولادنا مفكر نفسه ان في خمس دقايق على الموبايل يقدر يطلع كل اللي عاوز انا في سن كنتش بقدر اعمل كده صحيح. فبالتالي هو بيبص لك شويه من فوق فاحنا لازم نفهم عقليه وفلسفه مواليد 94 في ما فوق اللي هم الشباب السنه العامه دلوقتي حتى شباب الجامعات لازم نفهمهم كويس جدا ان التكنولوجيا هي الاساس في في كل حاجه دلوقتي صحيح. ولازم يبدأوا يفكروا بطريقه مختلفه ما ما يفكروش بطريقه تقليديه ان انا ما كانش كليه القمه انا هفشل آه. فلازم فلازم ده يتغير عندهم احنا بنقول اهو دايما وعلى النت يعني حاجات كتيره جدا وفخامة الرئيس نفسه قال يا جماعه اتعلموا اي تي عشان تطلع تلاقي وظائف المستقبل قد كده ده على, على سبيل أوكي. المثال أوه. فبالتالي التخصصات التكنولوجيه كلها دلوقتي الدوله بتعمل مشاريع كبيره جدا دلوقتي يعني مشاريع مشاريع بنبان مثلا بتاع الطاقه الشمسيه أوه. مين هيشتغل فيها؟ ما احنا محتاجين الناس تشتغل فيه، مم. مشاريع المدن الجديده مين هيشتغل فيها؟ المشاريع الزراعيه احنا عندنا دلوقتي فيه في تخصصات في الجامعات التكنولوجيه في الفود بروسيسنج في الاغذيه آه. وفي الزراعه ازاي نطلع حد وفي النسيج واخده وفي صناعه الاخشاب مم. يعني تخيل في, في بكالوريوس يطلع في صناعه الاخشاب ده لأن مش متوفر في الجامعات العاديه مش موجود وسوق العمل عاوزه واخد بال حضرتك فبالتالي يعني ومربح ومربح جدا وسهل اه فبالتالي احنا احنا لما كل واحد يطلع من دول يعمل له مشروع من دول ويقدر يشتغل فيه عمليه مربحه جدا فبس احنا محتاجين الطلبه والشباب بتوعنا يغيروا الفكر بتاعهم شويه زي ما بنقول بره ده شيفت ده يعملوا شيفت صغير كده يعملوا تغيير شويه في التفكير والطريقه الصح يا اخواننا مش, انا مش بقول ان كليات القمه غلط لا بالعكس يعني, يعني بس هي تشبعت هي أه. تشبعت بالخريجين أه. والكليات النظريه دلوقتي ما بقاش يعني حتى كل خريجيها بيطلعوا مش لاقيين شغل فبالتالي إيه البديل للمستقبل القريب جدا م. هي الجامعات التكنولوجيه في كل انواع التخصصات م. بتلاقي حضرتك الطلبه مستمتعه بالدراسه جوه آه. احنا يعني. احنا الحقيقه هنا ده سؤال برضو مهم قوي لان احنا مش بنحفظ الطلب أيوة. إحنا إحنا مش هنا فكره <applause> اني رايح ادرس واذاكر وانتي وليله الامتحان تبقى <applause> ليله مش يعني مش آه. فايته على الطالب. لا احنا احنا بنشتغل عندنا في النظام التعليم التكنولوجي بنظام اسمه نظام التعليم بالجدارات آه. يعني التعليم learning by doing يعني التعليم بالممارسة آه. وليس بالتفكير مش هدله كتاب أقول له روح أحفظ. احفظ وتعالى بكرة وسمعه في اللجنة علشان تطلع تجيب امتياز وتطلع الأول وفي الآخر انت مش مؤهل لسوق العام انا ف... ببقى ف... صامم واروح ف... احط في الورقه وخلاص واخرج خلاص آه، آه، أخرج لا خلاص الموضوع عندنا مختلف تماما نظام الامتحانات الامتحان ممكن يقعد اسبوعين خد بالك يعني ممكن اديله امتحان انسى موضوع الامتحان في اللجنه ده النهائي أوه. احنا مش بنعمله يعني مش بنعمله الا في يعني حاجات بسيطه قوي في الماثماتكس والرياضيات والحاجات دي لكن هو الاصل في الموضوع اديله شغلانه يقدر ينفذها ويجيبها تاني بعد اسبوع بعد اتنين بعد ثلاثه بعد شهر يبقى انا كده اتاكدت انه اتقن انه يقدر ازاي يعمل الحاجه دي بايده فده اسمه نظام التعليم بالممارسه وليس بالتذكير والمذاكره والحفظ ده حلو قوي فده الطلبه هتتشجع بقى دا. هنا بقى النقطه دي هنا بقى يعني احنا بناخد كل خمسه سته طلبه تعالوا في الماده الفل... الفلانية. الفلانيه تعالوا كل واحد يجيب جزء معين من التمرين العملي ده وده وركب, وركب ده وركب ده ويعمل ده وهات لي النتيجه فكير. خلال اسبوعين او ثلاثه الطالب بيبقى مستمتع لانه جداً. مش هيحفظ فيه و... و... <applause> لا هو طبعا <applause> آه. في اساس نظري لازم يعرفه الاول مش زي <applause> بس مش زي طح إن, طح ان كل مش كله طحيح. يعني في... هيدخل في لجنه وهو واللجنه ده بيبقى اعصابه تعبانه وهاتوا له موادات واغمى عليه بالكلام ده ده حقيقي اتمنى يا دكتور طارق يعني بجد النظره تختلف نظره آه. اولياء الامور ونظره آه. الطالب نفسه انا مش لازم ادور على لقب دكتور ومهندس وفي الاخر بالزبط. انا بطلع اشتغل ايه؟ بطلع اقعد في البيت على ما بلاقي شغل ياما في كام دكتور وكم مهندس وقاعدين مش لاقيين حاجة واللي بالزبط. لاقي مش لاقي في دراسته بالزبط. فدي يمكن دعوة إن فعلا لازم نغير تفكيرنا شوية لازم نبص شوية ليه ال... الكليات التكنولوجيه اللي مدعمه كمان من الدوله ده الدوله مهتمه جدا بال... بالتخصصات دي لا. فاحنا لازم ن... نشوف ده ولازم نقدم فيها شكرا لحضرتك دكتور طارق. شكرا ليك شكرا يا شكرا, شكرا ليك دكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعه القاهره الجديده التكنولوجيه بالتجمع الخامس شكرا ليك مره ثانيه شكرا يا ما خلصتش حلقتنا لكن لسه مكملين بعد الفاصل مشاهدينا احنا معاكم في مركز لوجوس الباباوي بدير الانبا بشوي بوادي النطرون وبنحضر ملتقى شباب لوجوس بحضور ورعايه قداسه البابا ودروس الثاني الحقيقه المؤتمر السنادي بيجي تحت عنوان خد خطوه خد خطوه نحو فهم نفسك خد خطوه نحو فهم مستقبلك وخد خطوه نحو فهم عقيدتك وفهم كنيستك اكثر واكثر. آه النهارده المؤتمر آه الشباب كلهم فرحانين ومبسوطين ومليانين بجرعات كبيره من النشاط والايجابيه علشان يوصلوا كل اللي اتعلموه في الملتقى لكنايسهم وإبرشياتهم وكل اللي يقابلوه علشان هم قد ايه استفادوا النهارده من الملتقى اللي استمر حوالي خمس ايام. هنروح نعمل بعض اللقاءات مع الشباب ونشوف رايهم عن الملتقى وايه اللي بيتمنوه في الملتقيات القادمه خليكم معانا احنا بنقض بنقضي بالظبط اسبوع هنا في لوجوس البدايه ان احنا في اول يوم كنا بنستقبل الشباب وبنستقبل اتوبيسات الشباب وتاني يوم بنبتدي على طول ان احنا نعمل زي اكتيفيشن سوفت اكتيفيشن كده ونبتدي نعرف الشباب علينا ونبتدي نعرف الشباب على ملتقيات لوجوس وايه هي الفكره من ملتقيات لوجوس عشان يبقى الشاب جاي وعارف هو هنا بيعمل ايه وبيليل طبعا كان حفل الافتتاح الرسمي بحضور قداسه البابا وبحضور طبعا الساده الاساقفه وبعدها تاني يوم طبعا كنا بنبتدي معاهم ان احنا بنبقى فيه زي محاضرات روحيه ومحاضرات في الجانب البيزنس وكمان في الجانب السياسي معانا في الجانب البيزنس كان حاضر معانا المهندس كريم سامي سعد ومعانا كمان في الجانب السياسي كان حاضر معانا الواء طيار سمير عزيز وكمان في الجانب الفني كان حاضر معانا فتيات البرش اللي هي صاحبه افلام او الفيلم بتاع رفعت عيني كمان احنا بنعمل زي ميجا ايفنتس بتبقى موجوده هنا في اللوجوس بحضور قداسه البابا امبارح كان عندنا عرض اسمه غير يعني يعني رفعت عيني كان كان عرض أتحبني أتحبني ده كانت دراما تفاعليه بحضور جميع الشباب على مستوى اكتر من 300 او 400 متر وبعديها كمان كنا بنعمل لهم زي جلسات لدراسه الكتاب بشكل تفاعلي اكتر ومكملين البرنامج بتاعنا لحد نهايه يوم باذن ربنا الصراحه الملتقى جميل جدا مدروس له بكل عنايه وبحب اشكر جدا 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 بابانا كلنا على استضافته الحلوه ان هو جابنا بيته وقعدنا معاه كان آه كنا نفسنا نقعد اكتر من اسبوع آه بس صراحة الملتقى استفدنا بيه كتير استفدنا بيه روحيا وحتى ان احنا نستفيد بيه عمليا في شغلنا آه استفدنا ان احنا هنعلم كنايسنا بعد كده اما نروح آه درسنا ورش كتاب مقدس آه جالنا سبورت ستيم علمنا شويه العاب ان احنا ندرس او نعمل العاب بفكر جديده او افكار جديده يعني ونقدم العاب بدل ما احنا نرص كلام كده في الخدمه والكلام ده كله ان احنا نعمل طريقه جديده للشرح وطريقه جديده للالعاب ان احنا نقدم الدرس بكل احاسيسنا وكل مشاعرنا بالالعاب بس و وكمان مش سايبيننا عايزين حاجه كل حاجه بتبقى موجوده عندنا والملتقى نفسي يكمل اكتر من اسبوع ونفسي نقعد اكتر يعني واجي تاني بتعلم ازاي ان احنا نقدر ان احنا ننقل الخبره دي للكنايس عندنا زي ان احنا نقدم خدمه حقيقيه ونقدم خدمه صح ونعلب الخدمه اكتر واكتر يعني وطبعا الملتقى يعني احنا استفدنا منه روحيا اجتماعيا فنيا وحتى عمليا في شغلنا انا اكتر حاجه استفدت منها هنا ان انا قابلت شخصيات كبيره ومؤثره جدا ما كنتش متخيله ان انا هقعد معاهم وهنسالهم اسئله ونتكلم معاهم براحتنا زي اللي هو سمير عزيز زي الاعلاميه دينا عبد الكريم زي الانبا ميخائيل وطبعا البابا ان احنا نقعد معاه وندردش معاه ونحكي معاه دي حاجات فادتنا كتير قوي استفدت جدا من الوركشوبس اللي فيها حاجات كتير متنوعه زي منها عن الاي اي وازاي بنستخدمه في الخدمه ومنها عن ازاي ندرس الكتاب المقدس وازاي نقدمه للمخدومين بشكل فيه طريقه كرييتيف وان هم يتفاعلوا معانا ولاي سن عرفت حاجه ما كنتش اعرفها هي ان ازاي يعني في ناس متخصصه فان احنا نعمل العاب ونعمل انشطه رياضيه لاي سن برضو بحيث ان هم يتفاعلوا اكتر مع الخدمه ومع قصص الكتاب المقدس احنا الصراحه حسن احنا محظوظين قوي بانه البابا مهتم ان هو يجمع شباب من كل المحافظات آه حاسه انه يعني بقى لينا بيت في كل محافظه ولينا صحاب في كل محافظات مصر وتشيز حاجه تحفه جدا آه آه يعني كنت مبهوره الصراحه بازاي أنه كل الاورجنايزرز وكل الليدرز ويلكمنج وعارفين كل حد فينا باسمه من قبل ما نيجي في اهتمام بالتفاصيل يعني فوق الرائع مبهوره الصراحه بانه بانه في ليدرز organizers سنهم ممكن يكون قدي او اصغر مني ومسؤولين قوي كده مرحبين ومهتمين بكل التفاصيل حاجه تحفه كنيستنا عظيمه وغنيه جدا واحنا محظوظين يعني بنعمه ربنا ولينا دي